مشاهدينا الكرام، يعني في عجاله حناخذ الشيخ وسام بن حميد، طبعا اللي كثر عليه كلام اخر الايام في صفحات الفيسبوك. ايضا نحن في هالحلقه قلنا نجيبوا يعني الرموز البارزه او الناس اللي كثر عليهم الكلام في الفيسبوك. قلنا اول شيء جبنا الشيخ احمد المجبري، ثم انتقلنا الى سالم الدربي، وحاليا حننتقلوا الى الشيخ وسام بن حميد. كونوا معنا. شفنا القيادات اللي كانت معنا، حاليا جينا للشيخ وسام بن حميد. المفروض قبل نختم معك، ولكن في نقاط معينه نرجع للشيخ احمد المجبري يذكرهن حول بعض من صرح بان قد دروغ خدوا اموال وكذا. لكن شيخ وسام كثر عليك الكلام الايام اللي فاتن عن طريق صفحات الفيسبوك، ايضا ان مظاهرات خرجا قال ان نحن ما نبوش الدروع يكونوا ضمن غرف مشتركه في الجيش، انما نبوش الدروع كذا كذا، وان وسام بن حميد مرشح ليكون وزير الدفاع، علما باني من يومين وصلني اخبار في تعهد او في ميثاق وقع عند المرشد بانكم لم تتولوا اي منصب في ليبيا. المفتي نعم. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نترحم على شهداء ليبيا جميعا وعلى ضحايا مدينه بنغازي. طبعا الشائعات كثيره، أنا نريد ان نقول ان هذا صحيح وهذا كذب، ونبرر كل شيء علينا مجملها في سياق اعداء الثوره نضحها جميعا. والكذب كثير، والفيسبوك اصبح يعني للاسف القنوات الاعلاميه اصبحت كالفيسبوك، اصبح كل كذبه تظهر وكانها حقيقه. طبعا ننفو الكلام الكذب الذي كان على الفيسبوك وعلى القنوات بالكامل، ونحذر الشارع من سياق وراء ابواق الفتنه التي للاسف لها رموز، اصبح لها رموز، اصبح لها متكلمين. نقول لهم زي ما هم يحاولوا يستعطفوا في الضعاف في الناس للاسف يستعطفوا في الناس الوطنيه، زي ما يشروا في اضعاف الانفس، زي ما لهم اتباع واصحاب اجندات، ونحن من المجرمين ومن اشباه الرجال. فنحن ايضا نستطيع ان نحرك الشارع بالرجال وبأهالي الشهداء وبأمهات الشهداء وبالثوار حقيقيين. فلعبة الشارع هذه نفضل أن نبتعد عنها جميعا، لأنها ليست في مصلحة البلاد. هناك من فسر أو كيف ما قال قانون هذا السلاح يفرضوه بالسلاح باش هما باش ياخذوا منصب، والدليل الأيام الجاية حيطلع على التلفزيون وتشوفوا وسام بن حميد وزير الدفاع. والله كل واحد يقول اللي يقدر عليه، لكن نحن مبدأنا أن نحن لا نمسك أي منصب، بل هي غرفة عملية تكونت من ثوار ليبيا جميعا على مستوى ليبيا من شرقها لغربها لجنوبها، في ميثاق أن لا نتنصب أي منصب فيها، بل نكون مراقبين وحراس على هذه الثورة. مكان الخلل الذي لا يعالج وقف الشباب العلكم في التنسقيل على سنة 6 شهور لم يدار لهم بال، فكان من الواجب الشرعي والوطني أن نقف كرجال أو كثوار معهم في الميدان. يعني شيخ وسام، نحن ما زلنا قاعدين في سياق العزل السياسي وطريقة تطبيقه، لكن الشارع في بنغازي يقول لنا نحن ما يزايد علينا حد، نحن ضمن بداية الثورة ونحن نبوا العزل السياسي، ولكن اللي داروه شباب بنغازي اللي عدوا غادي وسكروا الوزارات هذا كلام، هذا ما يمثلش شباب بنغازي، وان كلام هذا هو نوع من الفوضى، وانكم انتم ضد بناء الدولة وهالكلام اللي تسمح فيه. اول شيء نحمد الله انها تم قرار قمع العزل السياسي، ولو ان في بعض المآخذ، ولو ان كثير من شمالهم العزل السياسي، يعني نكون لهم كل احترام، ولهم ناس وهم ناس مناضلين من عشرات السنين خارج حتى ليبيا، ولكن هذا امر يعني ليبيا اكبر من الجميع. يعني نحن نشكرهم على اول شيء على اقرارهم العزل، وان ناكد لكم ان العزل السياسي لم يكن هناك سلاح داخل المؤتمر او خارج المؤتمر. الحصار تم لوزارة الخارجية التي أقرت وكيلة الوزارة الخارجية أن 50% منهم من الأزلام أو من الفاسدين، وهذا احتراف مؤكد منها ومن أيضا حتى من الوزير. فهي كان حصار لوزارة الخارجية لما فيها من فساد، وأيضا لوزارة العدل لما فيها من فساد هي أيضا. فتم التنويه أيضا في على قانون السياسة، فتم بحمد الله الضغط في هذا الاتجاه. نعم.
الشيخ وسام، لكن الشارع يقول انكم انتم فرضتوا بعض البنود اللي انتم تبون وبعض البنود الاخرى لم يتم التصويت عليه، وان التصويت كان بنعم وبلا، لانكم انتم هدين بعض الاشخاص داخل المؤتمر. كل هالكلام يعني شو ردك عليه؟ ليس لنا اي علاقه بالمسودات العسياسيه كم نقاشها داخل المؤتمر. حاولت قدمت حوالي 32 مسوده، هم داخل المؤتمر اختاروا واحده منها كيف ما هم يريدوا اختاروا داخل المؤتمر. بل عندنا تعليقات على بعض النقاط المسودة، في أشياء حذفت، في أشياء أضيفت، يعني عندنا عليها مراجعة أيضا. فلم يكن للتنسيقية أو للثوار الذين كانوا في وراء الضغط على موضوع العزل أي تدخل في نقاط المسودة. يعني قبل ما انتقلوا للشيخ أحمد ونحكم أيضا على موضوع الرد حول من ادعى بأنكم خديتوا فلوس وغيره، شيخ وسام، يعني الشيخ أحمد قال لي أنكم أنتم ما كانش الغرض منا هو تطهير وزارات أو فرض قانون بقوة السلاح، بل كان في غرض كبير هو إسقاط حكومة زيدان اللي الشارع الليبي طلع وبيانات أصدرت من عدة مؤسسات من عدة مدن بأن تدعم هذه الحكومة، وأن قالوا في حال حوادث الحكومة هذه نبقى نرجع نجيب وزير جديد يقعد 8 شهور أو 6 شهور وتقعد الدولة تخبط في نفس مكانها، ونحن لنا 3 سنين في الثورة وما تغير شيء غير كمان ثوار وجيش وشرطة. فأنت شو رأيك بالموضوع؟ والله تعلم أولا أن ثوار داعمين لشرعية المؤتمر الوطني من البداية، وكانوا وراء نجاح الانتخابات المؤتمر الوطني وليس الحكومة. تم تعيين الحكومة من خلال المؤتمر الوطني، هذا أكيد نعرفه. لكن للأسف مشكلة ليبيا الآن هي في المحاصصة التي دخلت حتى في الإدارات وفي الوزارات ووكالات الوزارات، كانت بين الحكومة وبين المؤتمر الوطني، لأن الأحزاب متصارعة داخل وتم نظام اقتسام غنائم داخل الحكومة. يعني باختصار نظام الحكومة كان نظام فاسد، لأن طريقته كانت مبنية على المحاصصة والاستبدال ومقايضة الوزارات. رأينا هذا الأمر ليس مصلحة البلاد، فطلبنا بإسقاط الحكومة. ولكن إذا كان يكون تعديل وزاري أو تحترف الحكومة أو شيء، والحمد لله اعترفت بهذا الفساد وبدأ قانون العزل شمل يعني أعداد كبيرة بالعشرات، فهذا أكبر دليل على نجاح العزل السياسي، وأكبر دليل أن هناك فساد موجود داخل الحكومة وداخل المؤتمر. وأن الحمد لله أن تم إقرار قبل صرف الميزانية، لأن كانت حتهدر أموال ليبيا في أيدي غير أمينة. يعني آخر سؤال لك باش ننتقل إلى أحمد المجبري، يعني السؤال الأخير أنا حنقول لك، إذا كان الشارع يبي علي زيدان ويبي حكومته وأنتم ما تبوش، شنو الحل؟ نحن مع الشارع شيخ، نريد أن نتعادل الجملة، أن نحن نريد والشارع لا يريد، نحن من الشارع، نحن المكون الذي خرج من الشارع. الثوار هم الشارع، صوت الشارع، هم الذين حملوا السلاح من الشارع، هم أبناء الشارع. لا نريد عز ثوار كانهم جسم غريب أو كذا، وهذا ما يسوق لا أزلف. شكرا جزيلا شيخ وسام، بارك.